السلام عليكم احبابكم، معايا في قناة حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التورته ديال الكريمه او حلوه لاكريم كيف ما كنسميوها. كتجي زوينه بزاف في المذاق وسهله كذلك في التحضير، يعني تحضير جد بسيط وسهل. هذا الفيديو غادي يكون متميز لانه غادي يكون بالاشتراك مع الاخت يسرى من قناه شيوه طنجاويه. هي كذلك غادي تحضر لكم تورته ديال الكندر، كتجي زوينه بزاف في المنظر واكيد في المذاق. فمن بعد ما تشاهدوا الفيديو ديالي ما تنساوش تزوروا القناه ديال يسرى واشتركوا فيها وتشجعوها لانها تستحق التشجيع. ايضا نخليو لها لايك للفيديو ديالها، غادي نخلي لكم الروابط ديال كل شيء في صندوق الوصف. والان ندوزوا للوصفه ديال اليوم. اذا على بركه الله غادي نبداو في تحضير الجينواز. غادي نعطيكم المقادير ديال الجينواز اللي وليت معتمداها دائما هاد الفتره الاخيره، هي اللي كتصدق ممتازه جدا. فانا غادي نستعمل هاد المره 6 ديال البيضات وغيرت في الطريقه شويه. غادي نستعمل البيض مجموع يعني كامل، ما غاديش نعزل صفار عن البيض، وغادي نطرب البيض ديالي كامل. فغادي نحتاج 6 ديال البيضات، كاس الا ربع ديال الماء يكون غليان طايب ماشي سخون، غليان. دائما العبار بالكاس ديال العنبه. غادي نحتاج كاس ونص ديال الدقيق بالنوع الممتاز من الاحسن، كاس الا ربع من المايزينا او النشا، وعندي كذلك كاس ديال السكر الخشن او سكر سنيده. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره ديال فانيلا البودره او واحد ساشي ديال السكر منسم بالفانيلا. كذلك غادي نحتاج زوج ساشيات ديال الكاكاو المر. انا دائما كنستعمل هذه ديال الساشي، تقدروا تستعملوا جوج معالق كبار او 14 غرام، انا كنفضل هذه يعني نوعيه ممتازه بزاف. كذلك غادي نحتاج ساشي ونص ديال الخميره ديال الحلويات، ما يعادل ملعقه صغيره ونص ديال البيكنج باودر، وصافي. هذو هما المكونات اللي غادي نحتاجو للجينواز ديالنا. فعلى بركه الله غادي نبداو بالبيض. كيف ما قلت لكم غادي نطربو هاد المره مجموع، وانا وضعت واحد الاناء تحت من البيض ديالي فيه الماء سخون او الماء طايب باش يطلع لي البيض بسرعه. ديك السخونيه ديال داك الماء تطلع البيض بسهوله. فكنبدا نطرب وانا كنزيد في السكر شويه بشويه حتى كنكمل الكميه ديال السكر، ومن بعد كنبدا نضيف داك الماء الطايب حتى هو شويه بشويه، وانا كنطرب دائما بسرعه بهذه الطريقه حتى كيطلع لي الخليط ديال البيض بهذا الشكل كتلاحظوا. فكيف ما كتلاحظوا الخليط كيطلع وكيتضاعف الحجم ديالو بشكل كبير، لدرجة انني نقلته في وعاء او اناء اخر كيف كتشاهدوا. صافي هنا من بعد 10 ديال الدقائق ديال الاضطراب صافي كنبدا نغرب المكونات الجافه كلها. ضروري ضروري ما تغربلو الكل جيدا عاد كتبداو تضيفوهم على البيض. فغادي نوضع جميع المكونات الجافه في غربال او في الصفايه ديالي بحال هذا الشكل هذا. الإشارة انا ضفت الفانيلا مع البيض، فيمكن حذفتها في المونتاج فقط، ولكن راني كنضيف ديك المعلقه الصغيره ديال الفاني مع البيض ملي كنطلعوه. فمن بعد ما كنغربل المكونات الجافه كامله كنبدا نزيدهم على الدقيق شويه بشويه، وانا كنخلط من الفوق لتحت بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا دائما وكيف ما كيعرف الجميع. فكنحركو مزيان بهذا الشكل هذا حتى كيندمج لنا حتى كيندمج المكونات كلهم الجافه مع البيض. حاولوا نتاكدوا انه ما كاينش يعني الدقيق كيبقى لتحت، يعني نحاولوا نحركوه في الاناء ديالنا كامل حتى كنحصلوا على خليط يكون متجانس ومخلط مزيان بهذا الشكل هذا. وكنجيب الصينيات ديالي اللي غادي نوضع فيهم هذا الجينواز. بالنسبه ليا انا غادي نستعمل صينيات صغار باش نقسم الخليط ديال الجينواز على جوج، وما نحتاجش من بعد ما طيب لي الجينواز ما نحتاج انني نقسمها او نقطعها نهائيا. فبالنسبه للعبار ديال هذه الصينيات غادي تلقاوهم اسفل صندوق الوصف. كنوزع الخليط ديالي ديال الجينواز بهذا الشكل هذا بواسطه ديال المغرفه باش نحصل على نفس القياس. كنخبط من بعد الصينيات ديالي مع سطح العمل باش نفرقعو دوك الفقاعات ديال الهواء. صافي كندخلو الجينواز للفرن يكون مسخن من قبل تقريبا 10 دقائق لا اكثر حتى كطيب وتنشف ونخرجوها.
اثناء اللي الجينواز ديالي في الفرن غادي نحضر الكريمه. فعندي نص لتر من هاد الكريمه اللي دائما كيسولوني البنات على النوع ديال الكريمه اللي كنستعمل. راه وريتها لكم جوج مرات من قبل وغادي نوريها لكم كذلك هاد المره. فهذه هي ماجيك، يعني هذه هي اللي كناخذ دائما. كناخذ منها نص لتر تكون بارده مزيان، ونزيد لها واحد المعلقه او زوج ديال القهوه سريعه الذوبان على حسب الذوق ديالكم، وكنطلعها مزيان بالباتور حتى كتطلع وضعف الحجم ديالها بهذا الشكل اللي كتلاحظوا كيف كتولي عاقده مزيان. كنخليها في الثلاجه حتى الوقت ديال المونتاج. من بعد ما كنخرج الجنواز ديالي من الفران كنرشها بحال هكا بشويه ديال السكر كلاصي او بسكر سنيده، باش ملي نقلبها ما تلصقليش في الورق او تلصقلي يعني في الشبكه فاش غادي نقلبها. فكنرش سكر كلاصي وكنقلبها على ورق طهي بهذا الشكل هذا، وكنخليها تبرد حتى الحين ديال المونتاج. من بعد ما كتبرد ليا الجينواز تماما كنوضعها في شي اطار من الاحسن، اذا ما كانش عندكم ماشي مشكل. كنبدا نسقيها مزيان بالسيرو اللي هو عباره على قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه مع الماء والسكر مغليين من فوق النار. ومن بعد ما كنسقيها مزيان كنبدا نعمر الجينواز ديالي بلا كريم شانتيي اللي حضرنا. استعملت درتها في هاد لابوشادوي باش تسهل عليا نوزعها بشكل متساوي. من بعد كنحاول نسرحها بلا سباتيل مزيان، وعاد كنوضع طبقه اخرى ديال الجينواز. يعني انا غادي نستعمل هنا جوج طبقات فقط ديال الجينواز، ما غاديش ندير ثلاثه. يمكن ليكم يعني تصايبوا ثلاثه ديال القطع ديال الجينواز، انا غادي نستعمل غير وحده. فكندير كنوصل الكريمه وكندير الطبقه ديال الثانيه ديال الجينواز، وكنعاود نسقيها مزيان بداك السيرو، ونرجع نعمر اخر طبقه ديال لا كريم شانتيي. بعد ما وضعت اخر طبقه من الكريمه كنحاول نقاد الوجه مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد كنغطيها بلاستيك غذائي وكندخلها للمجمد. انا كنخلي الطرطه تبات ليله كامله في المجمد اذا كنت غادي نزينها بالنباج، فضروري تبات حتى كتقساح. بزاف ديال البنات سولوني واش ما كيوقع لها والو او ما كتطلقش الماء من تخرج، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. وعن تجربه كنقولها لكم، انا دائما كندخل الطرطه كتجمد عاد كنوضع لها النباج. فغادي نخلي الطرطه ديالي تجمد ومن بعد نكملو ان شاء الله. فاش كنخرج الطرطه ديالي من المجمد كنوزع عليها النباج. للاسف هذه المرحله كان يحسب لي انني كنصورها، لكن كنت ما كنصورش، كنعتذر على هذا الخطا. فالبنات اللي مبتدئات غادي نخلي لكم الرابط ديال الطرطه سبق حضرتها، المراحل كاملين سبق حضرتها وصورت المراحل كامله. غادي نخلي الرابط في صندوق الوصف وهنا الفوق، يمكن لكم تشوفوها اذا ما عرفتوش كيفاش توزعوا النباج. فهنا كنبدا كيف كتلاحظوا انا كنستعمل هنا السشوار باش نسخن الجناب ديال الاطار باش يتحيد بكل سهوله. يمكن لكم تستعملوا سشوار او شي بونجه تغطسوها في الماء السخون دوزوها على الجناب، او داك الشوليمو اذا كان موجود عندكم كذلك يمكن لكم تستعملوه. فكندوز هكا السشوار على الجناب ومن بعد كنهز الاطار ديالي وكيتحيد بكل سهوله. بعد ما كنحيد الاطار كندهن شويه ديال الكريمه على الجناب، الكريمه اللي تبقات لي، وكنبدا نلصق هكا اما الكاوكاو ولا اللوز مهرمش ولا اللي موجود عندي. انا غادي نستعمل هاد الفيتين كنلصقو هكا في الجناب كاملين، وكنزين كذلك الوجه على حسب الرغبه ديالي، وكنقدم التورته بالصحه والراحه. والحلوه ديالي هي وجدات. من بعد ما كملت لها التزيين كتجي هائله جدا جدا، خليتها حتى خدات يعني حتى ذابت ما بقاتش متلجه، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. كنكرر كنعاود نقول لكم ما كيوقع حتى شي حاجه للطورطه واخا كتجمد. يعني كتخليوها ربع ساعه خارج الثلاجه كترجع تذوب وكتبقى مزيانه كيفما صوبتوها في البدايه. صافي من بعد ما كنخليوها تذوب كنقدموها بالصحه والراحه، كتجي رائعه جدا جدا في المذاق، غادي تعجبكم اكيد. نتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كيف العاده ديروا جيم الفيديو تشاركوا في القناه باش دائما يوصلكم جديد من الوصفات. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.